أتمنى تكونوا شفتوا الحلقة اللي فاتت عشان تعرفوا ليه من اكتشاف أول مضاد حيوي عام 45 لحد الآن عام 2018 انتشرت المقاومة وسط البكتيريا بصورة مخيفة، وظهرت حالات مرضية مصابة ببكتيريا مقاومة لكل أنواع المضادات. للأسف الحالات دي طبعا توفت لأنه ما في علاج لها، رغم أنه عدد الحالات دي بسيط لكنها مهدد كبير بخلينا نعيد حساباتنا. ألكسندر فيلمينج اللي اكتشف البنسلين أول مضاد حيوي قال فيما معناه أن الشخص العابث في استخدام البنسلين هو المسؤول أخلاقيا عن وفاة الشخص المصاب بالبكتيريا المقاومة للبنسلين. وعلى حسب كلام فيلمينج نشوف التصرفات العبثية في يدنا إننا نوقفها، استخدام مضادات الحيوية لعلاج التهابات فيروسية زي النزلة مثلا، واستخدامها ساي من غير فحص ولا رشدة طبية. قطعي كورس العلاج أول ما نحس نفسنا بقينا أحسن. مشاركة مضاداتنا الحيوية مع زول ثاني أو استخدام باقي مضاد حيوي من علاج سابق، استخدام مضادات حيوية لحيواناتنا المربينها من غير رشدة طبية. العلماء والباحثين بيفتشوا عن طرق تانية لمحاربة البكتيريا، هنستعرض جزء من البدائل لكن خلونا عارفين انها لسه في طور الابحاث وما معروف تجاز ميثين ولا هتكون بديل تام عن المضادات الحيوية. البكتيريوفيج، زي ما احنا بنصاب بفيروسات وبتعمل لنا امراض زي النزلة مثلا، اكتشفوا انه البكتيريا كمان بتصاب بفيروسات موجودة على الطبيعة. بتخش الفيروسات داخل خلية البكتيريا بتتكاثر وعددها يزيد، بعد ذلك بتفجر الغشاء الخارجي للخلية وتطلع منها، كده البكتيريا مباشرة بتموت. عموما الاكتشاف لسه في طور الابحاث ومجاز فقط في جورجيا بولند وروسيا. الاكتشاف الثاني هو بكتيريا مفترسة بتتغذى على بكتيريا اخرى، وبرضه وجد انواع من البكتيريا بتفرز مواد سامة بتشتغل كمبيد جرثومي، يعني بتقتل او توقف نمو البكتيريا اللي حوالينا. العلماء كمان عاوزين يشوفوا طريقة يستفيدوا بيها من البكتيريا النافعة في أمعائنا، فممكن الشخص يتناول بكتيريا نافعة حية مسمية بالبروبايوتكس، أو الغذاء اللي بتتناول البكتيريا دي هو البريبايوتكس، أو خليط منهم الاثنين بحيث إن البكتيريا النافعة تزيد وتقاوم البكتيريا الضارة. وزي ما تم تطوير لقاحات بتحمينا من أمراض فتاكة، فممكن تطلع لقاحات تحمينا من الأمراض البكتيرية الخطيرة وما نحتاج من أساس لمضاد حيوي أو غيره. ذكرناه ده جزء من الأبحاث الجارية، العلماء بيحاولوا يستفيدوا من الطبيعة قدر الإمكان زي ما جاتنا أصلاً المضادات الحيوية من الطبيعة. فسبحان الخالق، خليتكم بعافية وفي أمان الله. إذا استخدمت المضاد الحيوي سيبروفلوكساسين ما تأخذ معه كميات كبيرة من الكافيين، شاي، قهوة أو كولا مثلاً أو حتى شوكولاتة، لأنه السيبروفلوكساسين بيزيد ويطول مفعول الكافيين في الجسم وبالتالي يعرضك لمشاكل كثيرة زي زيادة ضربات القلب. سلام.